السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الصيدلي مجدي فارس. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أصدرت في تنبيه وتحذير ليها على الموقع بتاعها في مايو 2017، بتحذر من وجود فيروس قاتل، من وجود فيروس قاتل. الفيروس ده بيصيب أسماك البلطي اللي احنا بناكلها. الفيروس ده يا جماعة اسمه فيروس بلطي البحيرات. الفيروس ده بيسبب عدوى شديدة أو مرض شديد العدوى، بينتشر ما بين أسماك البلطي اللي هي في المزارع السمكية وكمان البحيرات، وفي النهاية بيقضي على الأسماك المصابة. وهنا بيجي السؤال المهم على الإطلاق: هل السمك المصاب بالفيروس ده يؤثر على حياة الإنسان؟ الإجابة لا. الإجابة لا يؤثر تماما على حياة أو صحة الشخص اللي بياكل السمك المصاب بالفيروس ده، علشان الناس ما تتبعش الشائعات. طيب، للأسف الشديد الفيروس ده موجود في مصر، وموجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وموجود كمان في تايلاند وكولومبيا والإكوادور. في ال5 دول دول تم تأكيد انتشاره. إزاي إن احنا نفرق ما بين السمك المصاب والسمك السليم؟ السمك المصاب يا جماعة بتبقى العين بتاعته معتمة، بيبقى الجلد بتاعه من بره متمزق وفيه تقرحات، بيبقى حجم السمكة بتبقى هزيلة، مش زي السمكة العادية اللي احنا عارفينها. يا ريت الناس ما تتبعش الشائعات وتجري ورا المصادر الغير موثوقة، وعشان لابد من اتباع صفحة الصيدلي علشان المعلومات الموثقة والأكيدة، وتابعوا قناتي على اليوتيوب مجدي فارس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.